الله الرحمن الرحيم. طبعا كنا ملاحظين في المرحله الاولى عزوف الناخبين على النزول، واحنا وضحنا الاسباب في ذلك، ان عمليه عزوف الشعب المصري عن نزول الانتخابات، الناس شاعرين ان النظام القديم عاد مره اخرى بكل رموزه وشخوصه وسياساته، وان العمليه مترتبه سلفا، هو ده الانطباع عند الشعب المصري، وان بدات العبارات اللي احنا كنا بنسمعها زمان ايام حسني مبارك تتردد بقوه في جميع الاوساط اللي هم عايزينه هيعملوه، العمليه متطبخه، وخاصه لما اشيع واستقر في الاذهان ان في قائمه بعينها مدعومه من الدوله والاجهزه الامنيه بكل قوه، دي حقيقه. والهجوم غير المبرر على حزب النور باعتباره ان هو المنافس الحقيقي على الارض. فدي اسباب كنا نتمنى تلافيها، والناس تشعر ان الانتخابات بتجري في نوع جو من النزاهه والحياديه والشفافيه. يعني نتمنى في المرحله الثانيه ان الناس تنزل، مع ان اعتقد برضه هيكون النزول ضعيف ده متوقع، وخاصه نتيجه ما يعني ما شابه العمليه الاولى من تجاوزات وخروقات خطيره. والناس كلها شافت المال السياسي ازاي يعني اشتغل بقوه بطريقه لم تشهدها الانتخابات من قبل، ولا ايام حسني مبارك من ايام يعني الفراعنه ما حصلش الكلام. زائد ان العزوف الشارع مش عن حزب النور. وانا قلت الكلام ده، قلت هذه رساله قويه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لابد ان نقراها جيدا. يعني قلنا رئيس الجمهوريه يخرج ويدعو الشعب المصري للخروج، ومع ذلك الشعب لا يخرج، دي مش ضد حزب النور. هذا العزوف الذي يعني يعنى به بدايه ورئيس الجمهوريه، ولابد ان يدرس هذه الرساله اللي بعتها له الشعب المصري دراسه متانيه قويه عميقه. وانا قلت اذا اعرض عن قراءه هذه الرساله او نظر لها نظره عدم الاهتمام، هيكون لها اثار سلبيه، لان عزوف الشعب المصري عن المشاركه السياسيه واعطاء ظهر الانتخابات معناه هو عدم اقتناع بالمشهد كله، ودي مساله يعني مساله خطيره لابد من النظر فيها ودراسه اسباب الحقيقيه لعزوف الشعب المصري عن المشاركه الانتخابيه لعدم اقتناعه بالمساله، وخاصه بعد ظهور رموز النظام القديم اللي هو شارك في افساد الحياه السياسيه، وشارك في افقار الشعب المصري، واصابته بالامراض، واصاب مصر بالفقر، ومص دماء الشعب المصري. هذه الرموز عادت مره اخرى مما اصاب الشعب المصري كله حاله من الياس والاحباط وعدم يعني الامل في التغيير.